ليس يدري بكونه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله ليس يدري بكونه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك فالأنداد والأشباه عنك فالأنداد والأشباه لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا جل معنى علاك ما أخفاه لك معنى أجلى من الشمس لكن خابط العارفون فيه وتاه أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه هو مشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه سر قدس جهلتم معناه علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي يا من لام بحب علي في دنياه أحد لولا سيف علي لم يسلم في الدنيا أحد أحزاب أو في يوم أحد ذاك علي بدد شمل الكفر نعم بدد كفر نعم بدد علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي قال أرفضا قلت سلاما إن أين هو علي سلام عليكم عليكم السلام كيف حالكم؟ شكرا لكم أسعد الله أيامكم وأنا أبارك لكم وللعاملين معكم هذه المناسبة شكرا لكم هل لي أن أسألكم عن مسؤوليتنا في عيد الغدير؟ مسؤوليتنا في عيد الغدير ولا سيما نحن الشيعة إقامة مجالس التعظيم لشخصية علي عليه السلام وأن نسعى لتعريف علي لجميع الناس وأن نجذب قلوب الجميع لحب علي عليه السلام وأن ندعو جميع المسلمين للوحدة وهذا هو هدف الإمام علي عليه السلام وبهذا تحفظ وحدة المسلمين شكرا جزيلا شكرا لكم مدد 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 علي يا مولاي يا مولا علي مدد 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 علي يا مولاي مدد 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 علي يا مولاي يا مولا علي يا مولا علي يا مولا علي يا مولا علي شيعة
مولادار علی قال کفار علی مرد پیکار علی حیدر کرار علی شیر دادار علی قال کفار علی مرد پیکار علی حیدر کرار علی شیر دادار علی قال کفار علی مرد پیکار علی حیدر کرار علی یا علی یا علی Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali. صف شکن بود شکن و توتی شکر شکن است گل بی خار علی دلبر و دلدار علی Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali, Yo Ali. یا علی یا علی شاه شیرین سخنان خسرو خوبان جهان خیر الابرار علی مشرق الانوار علی خیر الابرار علی مشرق الانوار علی ما هو الذكر الوارد في يوم القدير؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير نبي سلام على سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين إمام يبايع به كم من المسلمين كانوا حاضرين في بيعة الغدير؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحديث طويل عن يوم الغدير ولكن المعروف أن العدد كان حوالي 120 ألف شخص العدد علي علي يا علي يا نور الجلال علي علي يا علي يا شمس العدالة يا نور الجلال يا شمس العدالة علي أنت إمامي علي أنت إمامي هاك سلامي هاك سلامي هاك سلامي يا نور الجلال علي علي يا علي يا شمس العدالة يا نور الجلال علي علي يا علي يا شمس العدالة علي سلامي أبعث الحيدر أنا سلامي سلامي من قلب يسعر والله سلامي 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 وشوق القلوب إلك يا أحلى محبوب إلك يا أغلى محبوب رسالة شوق أوديها لإمامي يا نور الجلال علي علي يا علي يا شمس العدالة علي يا نور الجلال بارك الله يا شمس العدالة يا علي أنت إمامي أنت إمامي روحي وغرامي هاك سلامي هاك سلامي يا نور الجلال علي
علي يا علي يا شمس العدل علي علي يا علي يا نور الجلال علي علي يا علي يا شمس العدل رسالة شوق والله رسالة شوق بدموع كتبتها هو على جناح النسيم ما نبعثتها بسلامي وبحنيني كللتها هو على جناح النسيم أنا بعثتها سلامي وشوق القلوب إلك إلك يا أغلى محبوب والله إلك يا أغلى محبوب هيامي شوفتك يكثر هيامي أنت إمامي أنت إمامي هاك سلامي روحي وغرامي هاك سلامي يا نور الجلال علي علي يا علي يا شمس العدالة علي علي يا علي يا نور الجلال يا شمس العدالة علي سعدكم الله. نرجو أن تتحدث لنا عن المعجزة التي وقعت في يوم الغدير. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الغدير وبعد أن انتهى النبي الكريم من خطبته جاءه شخص وهو الحارث الفهري وقال يا رسول الله ما قلته بحق علي هل هو منك أو من الله؟ فأجاب النبي بل هو من عند الله. فرفع الحارث يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان هذا من عندك فأنزل علي حجرا من السماء يقضي علي إذ لا طاقة لي على سماع ما جاء بحق علي. وفي تلك اللحظة سقط حجر من السماء على رأس الحارث وقتل في حينه أمام مرأى المسلمين الحاضرين. وقد ورد في القرآن بهذا الشأن سأل سائل بعذاب واقع. حقی خونم به سلمای مرجلی به شادی دل زهرا و نبی به شادی دل زهرا و نبی به کوری چشم دشمن علی به کوری چشم دشمن علی علی ولی اللهم علی ولی اللهم علی ولی اول فرخیات شبونا آشوان چیا کربلا رفتن چیا میخوان امشب نجف بگیرن من میخونم به صد نوای منجلیل من میخونم به صد نوای منجلیل به شادی دل زهرا و نبی به شادی دل زهرا و نبی به کوری چشم دشمن علی به کوری چشم دشمن علی علی ولی الله علی ولی الله علی ولی الله حبه جنة إمام الإنس والجنة علي نميكي علي حبه جنة إمام الجنة قسيم النار والجنة قسيم النار جنة ولينا بالقلب اسمه ولينا بالقلب
القلب اسمه ولينا بكل كتر رسمه ولينا بكل قلب اسمه ولينا بكل كتر اسمه من الباري علي تسمى من الباري علي تسمى غسيم النار والجنة علي حبه علي حبه إمام إمام الإنس والجنة علي إمام الإنس والجنة قسيم النار والجنة قسيم جنة ولينا والنعم حدار ولينا والنعم حدار ولينا ساقي الكوثر ولينا والنعم حدار ولينا ساقي الكوثر ولينا للعدا قنطر ولينا للعدا قنطر طعن بهم أشد طعنا علي حبه جنة علي إمام الإنس والجنة علي إمام الإنس والجنة قسيم النار والجنة قسيم النار ما علي فارس الخندق علي فارس الخندق علي للعدل بيرق علي فارس الخندق علي للعدل بيرق علي عليتيم اشفق علي عليتيم اشفق وكل مسكين لاتمنى علي حبه جنة علي إمام الإنس والجنة علي حبه إمام الإنس والجنة قسيم النار والجنة قسيم ما تنسي خيبر لا والله يا حيدر لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر يا طبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي خيبر لا والله يا حيدر لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر يا طبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر تنسي خيبر طبع الذهب يا بالحسن من تصهر النار يكثر صفاء ويرتفع وتزيد الأسعار وانت دخلت نار الحرب يا حامي الجار تصمد يا كرار يا أصبك المعدن يا قيمتك أثمن يا قيمتك أثمن يا أصبك المعدن كل شي سعر به وثمن وانت المت تسعار كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي خيبر طبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر